خمسة أحسن لاعبين رينيتهم. أعطيني التشكيلة من الخمسة لاعبين هذ. حارس مرمى شكون الساعة؟ شكري الوعي بيه حسني زواوي، خالد بدر. شو بقالك؟ لاعب وسط ميدان. لاعب وسط ميدان هاي. اللي عشت معنا تختار وانت من مو فهم مرشا عاد فهم صابت. لا صابت صابت بكده سيرتوها ميليو التيران. حمدة من دولات مهر كنزاري ومهاجم راس حربة سريح علي زيتوني. بيه بعد تقريبا فترة الشوط الأول نجم تعمل دو شانجمون باش تخرج زوز وتدخل زوز. شكون الزوز اللي على البنك اللي تحبهم يدخلوا؟ راضي جعيد. راضي جعيد مكان مكان خالد حسني الزواغي. بيه واللاعب الثاني حمروني عيادي الحمروني مكان مكان حمدة بن دوليت. مكان حمدة بن دوليت ويولي التشكيلة فيها راضي الجعيدي، خالد بدرة، شكري الوعر، عيادي الحمروني، مهل الكنزاري، علي الزيتوني. تشكيلة الترجي الرياضي.